أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. الملك يجري عمليتين كللت بالنجاح بمصحة القصر الملكي بالرباط. أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يوم الأحد 14 يونيو 2020 عملية كللت بالنجاح بمصحة القصر الملكي بالرباط. وسجل الإيقاع الأديني لقلب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله عودة ظهور اضطراب من جديد، وقد أوصى أطباء جلالة الملك نصره الله بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية أبلاسيون باغ راديو فريكونس التي أجريت لجلالته حفظه الله يوم الأحد 14 يونيو 2020 بمصحة القصر الملكي بالرباط. وقد تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي. أما بالنسبة لأبرز ردود الفعل فقد كانت من رئيس الحكومة المغرب سعد الدين العثماني، حيث غرد قائلا: أجرى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يومه الأحد 14 يونيو 2020 عملية كللت بالنجاح بمصحة القصر الملكي بالرباط، فهنيئا لجلالة الملك بنجاح هذه العملية، وأسأل الله تعالى أن يعجل له بالشفاء ويلبسه ثوب الصحة والعافية، آمين. إذن ردود الفعل من قبل المغردين، عدنان يقول: محمد السادس الجالية المغربية. جلال يقول: نسأل الله أن يشفيه يا مالكنا الهمام، اللهم اشفيه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إذا أفضل التحيوي تقول: الحمد لله والشكر لله تعالى على سلامة مولاي رفيع المقام بجاه الله تعالى، ننتظر رجعكم وظهوركم المبارك المحمود مولاي يا حامي الديار إن شاء الله تعالى وبفضل الله تعالى جميعا. الله تعالى يشافيكم ويعافيكم مولاي، إنه هو الشافي المعافي، اللهم آمين يا رب العالمين. إذا أمل غردت قائلة: اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم يشفيه وعافيه يا رب ملكنا الغالي. مولاي يوسف المغاري يقول: اللهم أدم عليه نعمة الصحة والعافية. يعني عيسى داز يقول: آمين. إلهي رب الناس أذهب الباس، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي ملكنا الملك محمد السادس وتمده بالصحة والعافية. إذا يوسف سونا يقول في تغريدته: اللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك. محمد يخلف يقول: آمين. عادل العبادي يقول: حفظ الله جلالة الملك محمد السادس ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية، آمين يا رب العالمين. إذا إليسيو ماروك تقول تغرد بالشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إذا عبد الجليل يغرد: نسأل الله العلي القدير أن يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين، والحمد لله على السلامة. حسن الشافعي يقول: حفظ الله جلالة الملك وينعم عليه بالصحة والعافية وطول العمر، وحفظ الله المغرب العزيز. إذا فيصل يقول: اللهم آمين، اللهم اشفيه يا رب واحفظه لنا يا رب. محمد زكي يغرد: الله يشفيك يا رب. بركان بركان: الله يشفيه ويرليه لين. إلياس لشقر يقول في تغريدته: نتمنى الشفاء العاجل للملك الطيب محمد السادس. مجد الزنفار تقول: الله يشفيه يا ربي. حساب آيفومين يقول: الله يطول في عمري. سفيان سخيري يقول: بالشفاء العاجل. عثمان الشغوري يقول: طهورا إن شاء الله يا صاحب الجلالة، وأسدل الله عليك لباس الصحة والعافية. محمد قحطاني يقول: نسأل الله له الشفاء العاجل. إذا هذه أبرز ردود الفعل من قبل المواطنين على العملية الجراحية التي كللت بنجاح لصاحب الجلالة محمد السادس. إذا مجد بنياز يقول: اللهم اشف ملكنا الحبيب يا ملك الملك، وزده في عمره يا أرحم الراحمين. أفضل الدحوي تقول: وشكرا وتقدير لكم معالي الوزير السيد الدكتور سعد الدين العثماني،
على تيسيركم لأموري وطننا الغالي وأهله بفضله الله تعالى وكل جهودكم القيمة، بارك الله تعالى فيكم، اللهم آمين يا رب العالمين. أثناء غياب مولاي حفظه الله تعالى ورعاه وشفاه وعافاه، اللهم آمين يا رب العالمين. سمرة بالردى تقول: الله يشفيه، خليل تاق، اللهم شافيه وعافيه وطهور إن شاء الله. الحداوي يقول: آمين. سيمون يقول: الشفاء العاجل إن شاء الله. إذن خياطي محمد يقول: بخام خطاب اسمه اي لونغ في اسا ماجستي محمد السادس بالشفاء العاجل بإذن الله والعمر الطويل لجلالة الملك محمد السادس. حسن تزنيت يقول: الله يشافيه ويطول في عمر. إذن حساب عادل يقول: لا بأس طهورا إن شاء الله، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سابق ما، وبالشفاء العاجل لملكنا محمد السادس ومتحه الله بموفور الصحة والعافية. حساب مصطفى في الزازية يقول: اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. إذا حساب محمد شريف يقول: شفاه الله وشفاه شفاء لا يغادر سقما ولا ألم إن شاء الله، يا جلالة الملك نصرك الله ومد في عمرك. حساب عبد الله يقول: نسأل الله لملكنا الشفاء والعافية آمين يا رب العالمين. صهيب منصور يقول في تغريدته: الحمد لله بالشفاء العاجل إن شاء الله. إذا حساب مرجان محمد يقول: أدامك الله تاج رؤوسنا يا جلالة الملك. إذا حساب الشاري حبيبة تقول: نو سويتون ان بخون غيتابليسمون بور سا ماجيستو لو روا محمد سيس. إذا أما تقول في حسابها: الله يشفيه يا رب العالمين. إذا فاتحة 27 إذا تقول في حسابها: الحمد لله على سلامة ملكنا الغالي، الله يرزقه الصحة والعافية. فاطمة الزهرة تقول: نسأل الله تعالى له بالشفاء العاجل. هند الكحل تقول: ربي يشفيه ويحميه شفاء لا يغادر سقما. عبد الله عمر يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. لافي سامبل يقول: طهورا إن شاء الله، متمنياتي لكم بالصحة والعافية. حساب العنود الثاني حفظه الله جلالة الملك وحفظ الله الشعب المغربي الشقيق. حساب داس يقول في تغريدته: جو سويت ان بخون ريتابليسمون ان سا ماجيستي لو روا محمد السيس كو ديو لو بروتيج. ليلى تقول: اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. حساب سليحان: امين يا رب العالمين وبالعمر المديد. غزلان الغربي تقول: الله يشفيه ويحفظه يا رب. عبد القادر الشاباني يقول: اللهم احفظه بحفظك يا حفيظ، والصلاة والسلام على رسول الله. حسابه عبد الله يقول: شفاك الله وعافاك. حساب ماجد السعودية يقول: الله يشفيه ويرفع عنه ونعم القائد. ليلى بن ساسي تقول: آمين، الحمد لله على سلامته. حساب كنز يقول: اللهم اشفي حبيبنا وملكنا وارزقه الصحة والعافية يا رب العالمين. حساب دريس الجابري يقول: نسأل الله تعالى أن يشفي شفاء تاما ويحفظه، كما نسأل الله تعالى أن يشفي كل مرضانا وينعم علينا جميعا بالعفو والمعافاة آمين. إذا كانت هذه أبرز ردود الفعل من قبل المواطنين على العملية الجراحية التي أجريت للملك محمد السادس والتي كللت بالنجاح. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك وسبسكرايب والنقر على الجرس من أجل أن يصلكم الجديد.